Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. أفتاء يديسة 21 محمد الحاج 4 أجل سليمان إلى ديفيد ديفيد إلى ارتداد السريع كرة في الوسط ديفيد ديفيد خطيرة لجيمس جيمس يسدد جيمس وعاد للتذبذب سألت الكابتن محمد النفيعي مدرب الفريق قال لا أملك مقومات البطولة ألعب بفريق شباب ملعوبة ديفيد لم يقنع الشعباوية كثيرا يعني كان متقلب المستويات والنتائج أوبو من كرة ثابتة ديفيد وبين إيقافات وإصابات وهكذا وهذه الكرة لديفيد إن شاء الله أغلب الأسماء موجودة وهذه كرة لإصابة عبد الوهاب الورافي إلى ديفيد ديفيد إلى عبد الوهاب إلى ديفيد يعني والعودة المبكرة ديفيد والأذكار والأدعية مثال جميل حقيقة ورائع هذا اللاعب النيجيري كرة من شاب لكنها ذهبت تعود الآن مرتدة عن طريق ديفيد 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 يمرر كرة ذهبية بالفعل وتعود مرة أخرى لديفيد ديفيد على الأبواب ولا مصلحة شعبيب ملعوبة ديفيد لاعب الدور الأول مع علي تعز وكان الموسم الماضي مع شعبيب لكن بصراحة ديفيد الجهة اليسرى محاولة ديفيد الله الكرة الخطيرة اللي تدخل فيها سعود وضربت أيضا في العارضة وخرجت إلى ضربة ركنية خلص الكرة مفيصل عبد الله سليم مرر كرة في منتهى الجمال باتجاه ديفيد ديفيد في مواقعة المرمى ديفيد في مواقعة المرمى وركلة جزاء وركلة جزاء على ديفيد خلص الكرة مفيصل عبد الله سليم مرر كرة في منتهى الجمال باتجاه ديفيد ديفيد في مواقعة المرمى ديفيد في مواقعة المرمى وركلة حكيم عبد الله سيف يراقبه كظله لكن هذه الكرة خطيرة وتسديدة أخطر وبعيدة عن المرمى محاولة الآن لغزوة أهلاوية جديدة وهذا عارف وديفيد عارف وديفيد ديفيد يا سلام يا سلام يا ديفيد ديفيد يخترق ولكن الكرة يرسلها بالفعل وفي إذا انتهت الهجمة الأهلاوية في أحضان صاحب 19 سنة دافيد كنجلي يكسب الكرة أمام فتاي دافيد كنجلي والكرة إلى فرج بيعشوت يلعبها أمامية علي الحداد بيحاول يأمنها لكن ديفيد كنجلي بمهارة يقطع الكرة ويعكسها هي في وسام الورافي أيضا في دكة احتياط الشعب هو كان في الاتحاد وفي أيضا في الاتحاد مروان جزيلان وفكري الحبيشي كان في الشعب وهذه كرة عرضية يا روعة النقلات يسلم تكمل دافيد جول حكم ساحة يساعده جولان محمد علي مساعد أول ومساعد ثاني محسن علي محمد وحكم رابعا فهد الصباحي وهذه كرة قلنا لكم الأهلي في الشوط الثاني ناوي وديفيد كنجلي ديفيد كنجلي على طول يترجم ثالث فرص الأهلي إلى جول حكم ساحة يساعده
جولان محمد علي مساعد اول ومساعد ثاني محسن علي محمد وحكم رابعا فهد الصباحي. وهذه كره لعوبه اماميه لجيمس الى ديفيد وديفيد في الوقت الضائع النيجيري اخيرا يسجل. سجل النيجيري بعد فرص مهدره كثيره وهدف التعديل. كرة ملعوبة محاولة الآن ديفيد 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 تعادل للعنين وتسديد الذكاء في الإعادة للكرة وحركة ذكية ولمسة في الزاوية هوبا والتغطية وسط. كرة ملعوبة من جيمس إلى ديفيد وديفيد خلص ديفيد خلص المباراة. شوف شوف التمريرة الممتازة وضرب الدفاعات التلالية وعلى طول ديفيد وضع وهيب يحيى المفتي رياض أبو بكر محمد ومجاهد عبد الفارع ومحمد عبد الصمد الصباحي وعصام علي البعداني. لكن بعد هذه الكرة الخطيرة جول هدف ثاني ديفيد الأسمراني يسجل هدف ثاني لمصلحة الشعب. ديفيد كان قسلي لاحظ في الإعادة عزيزي المشاهد لاحظ الكرة لاحظ المرور لاحظ الاختراق والتوغل على يمين عمرو خالد وسدد كرة وضعها